السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. فأنا أدعوكم الآن أيها الأحباب الكرام إلى هذا المشهد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو درس يسمى تصحيح النية. تصحيح النية انطلاقا من الحديث النبوي الشريف: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أدعوكم أيها الأحباب الكرام بخيالكم أن نرجع إلى التاريخ، نسافر عبر الزمن، نسافر 15 قرنا من الزمن، نرجع إلى الوراء في التاريخ، ونحط الرحال أين؟ في المدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن بجانب المسجد النبوي الشريف تحت القبة الخضراء. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعمامته وجبته يجلس، ويتوسطه جماعات كبيرة من الصحابة المكرمين من الأنصار والمهاجرين. الأنصار قاموا باستقبال المهاجرين، والمهاجرون تركوا مكة المكرمة وهاجروا بأنفسهم وعقيدتهم ودينهم، وتركوا أموالهم وتركوا ديارهم وتركوا تجاراتهم بمكة. فكانوا يهاجرون من مكة إلى المدينة، ويستقبلهم إخوانهم من الأنصار. وسيدنا النبي سوف يسن سياسة اجتماعية رائدة تسمى سياسة المؤاخاة، آخى بين الأنصار والمهاجرين، لأن هؤلاء النازحين تركوا أموالهم وديارهم وصاروا في العراء، لا مكان لهم ولا بيت ولا عمل ولا مال، ماذا سيأكلون وأين سوف يستوطنون؟ سيدنا النبي ألهمه الله تعالى هذه السياسة الاجتماعية المسمات بسياسة المؤاخاة، آخى بين الأنصار والمهاجرين، وبقي له حوالي 73 نفر لم يجد أين يضعهم، فوضعهم في مكان الصفة، والصفة هو مكان ضليل بالقرب من المسجد النبوي الشريف، وضعهم هناك، كان يأتي لهم بالطعام والشراب، وهم لا مأوى لهم، تفرغوا لطلب العلم، وهم الذين حفظوا القرآن العظيم، وهم الذين جمعوا السنة النبوية الشريفة، وهم الذين أبدعوا في تفريع الفقه الإسلامي، فكان منهم العلماء الأجلاء الكبار، منهم أبو هريرة رضي الله عنه، ومنهم العبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعدد وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي. هؤلاء كانوا هم الذين حملوا لواء الدين. المهمشون الذين لا عمل لهم ولا مأوى ولا أسرة تفرغوا للعبادة ولطلب العلم، فجمعوا القرآن العظيم وجمعوا السنة النبوية الشريفة وتفقهوا في الدين، وهم الذين فيما بعد سوف يبلغون الدعوة إلى الله تعالى. في هذا المشهد ما زال الوفود يأتون إلى سيدنا النبي، فإذا برجل غريب اسمه يدعى بأم قيس، جاء من بعيد وهو من المشركين لم يسلم. لماذا هاجر؟ هل هاجر من أجل أنه يحافظ على الدين ويحافظ على العقيدة ويجتمع مع المسلمين؟ كلا، إنه كان يعشق امرأة تسمى أم قيس، امرأة مسلمة أسلمت وكانت على غاية من الجمال وغاية من الحسن، فكان متيما بها، كان قلبه معلقا بها، أرادها للزواج، لكن لما أسلمت قالت له: يا فلان، لقد فرق الإسلام بيني وبينك، المسلم لا يتزوج بالمشركة والمشركة لا تتزوج بالمسلم، فالإسلام فارق، لأن الإسلام والشرك فيه منع للزواج ونقل الإرث، حتى الإرث لا يتوارثان. فلما هاجرت أم قيس هذا الرجل تبعها وهاجر أيضا، هاجر وتعب، المسافة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة أكثر من 500 كيلومتر، ومنكم من سافر إلى الحج أو العمرة ورأى هذه المسافة، وعرى الجبال والفيافي والهضاب والوديان الجافة، وفي حشرات عقارب وأفاعي في الطريق، والجوع والعطش. الصحابة هاجروا
15 يوما وهم يسيرون على أقدامهم حتى وصلوا من مكة إلى المدينة، مشقة زائدة. هذا الرجل أيضا هاجر، لكنه لم يهاجر من أجل الإسلام، من أجل العقيدة، من أجل الدين، ولكن هاجر من أجل تلك المرأة التي يحبها ويعشقها وهو متيم بها. فلما وصل سيدنا النبي الكريم انتبه إليه، قال هذا الرجل لماذا جاء؟ لماذا جاء وتبعنا؟ هل له من غاية؟ منه من قال ربما متجسس، منه من قال ربما سارق، فقالوا لا، هو مجرد واحد محب متيم جاء ورأى امرأة أسلمت. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتبه ولم يوبخه ولم يمنعه، وإنما قال كلاما عموميا. هذا من أخلاق النبي الكريم، سيدنا النبي كان عفيف اللسان، كان يرى الإنسان يقع في الخطيئة ولكنه لا يخاطب مباشرة، كان يقول كلاما عموميا ويستره. لنا سيدنا النبي علمنا الستر، قال لنا من ستر مؤمنا فكأنما استحيا موؤودة من قبرها. ومرة جاء بعض الصحابة قالوا يا رسول الله رأينا فلان يزني مع امرأة، فعاتبه النبي الكريم، قال له لو سترته بإزارك لكان خيرا لك، لو سترته بإزارك لكان خيرا لك. ومرة أخرى جاء أحد آخر وجد فقير يسرق، وجده متصل الحائط ويسرق الثمار ويسرق الكروم، فقال يا رسول وجدته وضبطته يسرق، فالنبي الكريم قال له ما علمته إذ كان جاهلا وما أطعمته إذ كان جائعا. فسيدنا النبي كان دائما يلتمس المبررات للمخطئين ويسترهم ولا يعاتبهم ولا يفضحهم، إنها من أخلاق النبوة، أخلاق محمد بن عبد الله الذي ربنا أمرنا بأن نتبعه وأنه أسوة للعالمين. سيدنا النبي ماذا قال أمام الملأ؟ وكان سيدنا عمر ابن الخطاب القائد العسكري كان بجانب النبي الكريم والتقط هذا الحديث. ماذا قال فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ركز في القلوب قاعدة بأن الدين والعبادة هو مرتبط أولا بالقلوب، لأن الأعمال هي على نوعين، هناك أعمال القلوب الباطنة وهناك الأعمال الظاهرة، الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد، هذه كلها أعمال ظاهرة قد يكون صاحبها هو موفق وصادق وقد يكون لا. فربك عز وجل ينظر إلى القلوب وينظر إلى الأعمال. ميزان الأعمال هو حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حينما قالت من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني التأكيد على البدع، الذي يحدث شيئا جديدا في الدين هذا مردود. الأعمال الظاهرة إذا لم تكن متوافقة مع القرآن الكريم وسنة النبي المصطفى فهي مردودة. من أحدث يعني أبدع، البدع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. هذا ميزان للأعمال الظاهرة. أما الميزان للأعمال الباطنة ما هو؟ الأعمال الباطنة هي الأعمال التي لا يعلمها إلا الله، هي مرتبطة بالنية. علماء النفس يسمونها الإرادة أو العزيمة. عالم النفس يقول لك عندك إرادة داخلية في العقل الباطن وعندك عزيمة، والشريعة تسميها النية، ولكل امرئ ما نوى. فالإنسان إذا نوى بعمله وجه الله تعالى له الأجر وله الثواب، وإذا أراد بعمله غير ذلك فعمله مردود عليه. لماذا؟ لأن هذه القاعدة العلماء صاغوا لها قاعدة فقهية، قالوا فيها الأمور بمقاصدها. هذه قاعدة من قواعد الأصول، إن شاء الله نتعرف على علم الأصول وعلم المقاصد وعلوم القواعد الفقهية وغيرها كثير، هي ميزان وضعها العلماء. الأمور بمقاصدها ما معناها؟ معناها أن الأعمال التي يقوم بها الإنسان نتائجها تبدو من نيات صاحبها، من المنطلقات القلبية. فإذا كان القلب مسلما فالأعمال مقبولة عند الله، وإذا كان القلب غير مسلم فالأعمال غير مقبولة. لاحظوا معي مثلا، العلماء يقول لنا طعام اللحم، طعام اللحم قد يتغير بحسب النية. قد تأكل لحما إذا كان هذا اللحم هو لأضحية العيد فلك الأجر والثواب، لأنك ذبحته
من أجل طاعة الرحمن، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فأنت لما تأكل من لحم أضحية العيد فأنت مأجور لأنك ذبحته لله عز وجل. وكذلك طعام العقيقة، إذا ذبحت كبشا للعقيقة لمولود فإنك تؤجر على طعام ذلك اللحم. لماذا؟ لأنه للعبادة، هذا يسمى في أجر وتواب بحسب النية. قد يكون اللحم عكس ذلك محرم، تأكل لحما ولكن لم يرد به وجه الله، ربما ذبح من أجل صنم أو وتن أو جن أو قبر. هناك من يذبح الذبائح للأصنام والأوتان كما كان في الجاهلية، هناك من يذبح الذبائح للجن كما هو أصحاب الشعوذة، عندهم شمهروش وقرقروش وبرقة فرقروش ملوك الجن يذبحون لهم الدم، هذا حرام، طعامه حرام. وربنا عز وجل قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فسق هذا طعام لحم لكن النية اختلفت صار حرام. وكذلك الطعام الذبيحة للمقابر وللأموات كله محرم، ينبغي أن تكون الذبيحة لله. أما إذا أكلت لحما فقط لولي من الولائم هذا مباح، هذا ما فيه لا أجر وتواب. فلاحظوا لحم واحد يختلف بحسب النية، الأول ذبح لله في الأضحية أو العقيقة لك الأجر والثواب، الثاني ذبح لغير الله للوتن أو الصنم أو الجن أو القبر فهو محرم عليك الوزر وعليك الإثم. طعام ثالث أكلته لوليمة من الولائم هو أمر مباح لا إثم فيه ولا أجر ولا ثواب. لاحظوا كيف أن النية هي تعمل عملها، قد تصلي صلاة أو لا تدري تصلي العصر، العصر 4 ركعات لابد أن تنوي لأن الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات، إذا لم تحدد النية في الأول فلا يمكن أن تعلم ماذا صليت، هل عصرا أو ظهرا، يتشابهان وعندهم وقت مشترك، لابد من تحديد النية. وهكذا في الصيام، إذا أردت أن تصوم هل صيام فريضة أم صيام نافلة أم صيام دين، لابد أن تحدد النية. فالنية هي الرابط، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإنسان لابد أن يحدد النية، هذه النية هي لها ارتباط بالإخلاص، بالإخلاص بالله تعالى، لأن ربنا عز وجل أمرنا بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. فالنية فيها إخلاص مع الله سبحانه وتعالى، وهذه النية هي إذا عكسها في الإخلاص والرياء، من يقوم بالعمل رياء، هناك من يقوم بالعمل رياء منذ البداية، يعني عنده غرض أنه يرائي مع الناس كما كان يفعل المنافقون. المنافقون هم جماعة ادعوا الإسلام وعاشوا في المجتمع الإسلامي الأول في المدينة المنورة وأخفوا عقيدتهم وكانوا يهدمون الإسلام من الداخل، وكانوا يأتون إلى الصلاة ويصلون مع الناس وهم منافقون، وربنا كشفهم ووضع لنا سورة بكاملها سماها سورة المنافقين، وفيها قال إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، يراؤون الناس يعني رياء مدبدبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني غير محددين الوجهة. فعكس الإخلاص هو الرياء، فالإنسان قد يعمل العمل رياء هو مردود عليه. يقال بأن أول من تسعر بهم النيران يوم القيامة، نار جهنم تسعر بماذا؟ أول من تسعر بهم مجاهد، مجاهد، هذا المجاهد يقال له ارمي نفسك في النار فيقول أنا كنت مجاهدا، أنا كنت أفعل، فيقول فعلت ذلك ليقال شجاع وليقال أنك قوي، وقد قيل لم تفعل هذا إعلاء لكلمة الله. ثاني من تسعر به النار عالم، يؤتى بعالم فقيه ويرمى في النار فيقول أن الفقيه العالم، فيقول كنت فقيها عالما ليقال بأنك فقيه وعالم، وقد قيل لم تفعل هذا لوجه الله تعالى. والثالث يؤتى به في النار محسن، كان ينفق يعطي الزكاة ويتصدق على الفقراء والمساكين، فيقال له ارمي نفسك في النار فيقول أنا محسن كنت أتصدق، فيقال له كنت تفعل هذا ليقال بأنك محسن وأنك جواد وأنك معطي، وقد قيل. لماذا؟ لأن هؤلاء كلهم لم يحرصوا على تصحيح النية، فكل عمل إذا كانت نيته فاسدة يكون باطلا،
كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. جميع العمل يوم القيامة ليس لك يديروا بغير النية الصادقة لله تعالى، غيتفاجأ بأنه جاء بجبال مكة وتهم من الحسنات ثم وصلت هباء منثورا. ما السبب؟ أنه لم يفعلها لوجه الله تعالى. لهذا ربنا عز وجل قال في سورة الغاشية: قال: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. غريب، وجوه يومئذ خاشعة، كانت في الدنيا خاشعة وعاملة، في الدنيا خاشعة وعاملة، ولكن مصيرها في الآخرة أنها تكون تسقى من نار وتسقى من ضرع غير سمين وتعد في جهنم. ما السبب؟ قال: لأنهم في الدنيا كانوا يعملون الصالحات وكانوا يقومون بالمبادرات الحسنة، ولكن لم تكن لوجه الله، كانت لغايات أن يقال بأنه كريم، أن يقال بأنه معطاء، أو يقال بأنه شجاع. فكل عمل إذا لم يكن مرتبطا بالله فهو باطل. وهذا مثال قدمه القرآن العظيم لما قال: لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. مثال واضح، بحال المرأة اللي كتصوب النسيج، كتصوب المنجج، النسيج كتبقى تتعقد من الصباح وهي كتعقد، كتصوب النسيج منذ الفجر الى ساعات متاخره من الليل. ملي كتسالي كتعاود تسرب داك المنجج كله، كتعاود تفرقه من جديد، يعني ضيعت النهار كلها تعب ومشقه، وفي الختام هي قامت بتفكيك هذا العمل. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا، يعني احباط العمل. هنا العلماء قال لك لابد ان نصحح النيه. قد يكون الإنسان نيته صحيحة لكن تطرأ عليه الرياء، هو صحيح النية لكن مع الدنيا فتن، الدنيا فيها فتن كثيرة. قد يكون الإنسان مع الناس وتقع له فتن وتقع، نسأل الله السلامة والعافية، راه اللي في الدنيا يطلب السلامة والعافية. ربي عز وجل قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أفحسبتم أن تقولوا آمنا أن يقول وهم لا يفتنون. لابد من أن يتعرض الإنسان للفتنة، كل واحد منا لابد أن يتعرض لفتنة وتزلزله. هنالك زلزل المسلمون زلزالا شديدا، هناك فتن مثل الزلازل والعياذ بالله. وفي آخر الزمان تتعاقب عليكم فتن كقطع الليل المظلم، يصبح فيها المؤمن كافرا ويمسي مؤمنا، ويصبح فيها الكافر مؤمنا ويمسي كافرا، يعني تقلبات. سيدنا النبي أخبرنا بأن في آخر الزمان غتكون فتن سياسية، فتن أمنية، فتن اقتصادية، وتقلبات في المفاهيم، وكتوقع وقائع وأحداث وردود أفعال، والإنسان يتقلب في عقيدته ودينه. قال: نطلب الله السلام والعافية، رأى لا أحد منكم ينجو منها، رأى اللي قال أنا رأى يقع فيها. إياك أن تقول أنا وأنا، إياك. ثلاث من المهلكات: أنا ومعي وعندي. من المهلكات أول من قال أنا إبليس، فكان مصيره أنه إلى النار. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ومن قال معي قالها هامان، كان معه فرعون وكان معه الزبانية وعنده من ينصرونه، فكان مآله الزوال. وعندي قالها قارون، قال عنده أموال طائلة ولكن ربنا خسف به الأرض. فإياكم أيها الأحباب الكرام أن نقول أنا أو معي أو عندي. فالدنيا اللي مخرج من عقيبها راه مخرج من بلائها، نطلبوا الله السلامة والعافية ويخرجنا من ضل العيب لعيب. فهذه النية قد يكون الإنسان صادقا في نيته لكن يطرأ عليه الرياء، كيدخلوا الوسواس وكيبدي يدخل في الرياء. فهنا ينتبه، إذا كان الإنسان إذا انتبه وتاب صقل قلبه وتاب الله عليه وتقبل الله منه عمله. أما إذا صار مع هذا الإحساس الجميل ديال الرياء والسمعة بين الناس حابط عمله والعياذ بالله. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. اللي هاجر بالصدق والنية ومشى للهجرة، هاجر من مكة إلى المدينة من أجل الله تعالى ومن أجل الدين ومن أجل الإيمان والعقيدة، ف هجرته صحيحة وسوف يؤجر عليها ويثاب عليها. أما من هاجر من أجل غاية دنيوية أو مصالح مؤقتة أو مادية فذلك مردود عليه، ثم قال
الهجرة من بعد، سيقول النبي الكريم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، الهجرة سوف تنتهي بعد فتح مكة المكرمة. ثم قال ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هناك من يهاجر لدنيا يصيبها، هناك من هدفه في الحياة هو أن يحصل على الدنيا، يحصل على الأموال ويحصل على الامتيازات ويحصل على المكان المرموق بين الناس، وليس لوجه الله وليس طاعة لله. قال إن هذا عمله مردود عليه، كل من يسعى ويعمل الأعمال لتحصيل الدنيا ليس مرضات الله مردود عليه. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لماذا قال امرأة؟ لماذا خصصها؟ العلماء قال لك هذا عموم وخصوص. لماذا قال الدنيا؟ الدنيا فيها النساء وفيها الأموال وفيها السلطة وفيها الجاه، لماذا قال النساء؟ قال لأن أشد فتنة على الرجال هم النساء. يعني الإنسان ممكن هناك من يصبر للأموال ما يغريش الأموال، هناك من يصبر وما يغريوش الجاه، هناك من يصبر وما يغريش السلطة، ولكن هناك لا يصبر أمام فتنة النساء. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت عليكم فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت منكم فتنة أضر على النساء. وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. بني إسرائيل لماذا وقع لهم الإفساد؟ بدأ بالنساء، أول من أفسد لهم عقيدتهم وسلوكهم هم النساء. وحقيقة الوقائع تدل على ذلك. كان عندي صديق يشتغل في إحدى القطاعات العمومية ويتمنى أن يكون له مكانة، يعطى مصلحة أو مديرية، فكلما التقى بي كان يقول لي أدعو الله لكي يعطيني واحد المنصب. سبحان الله العظيم كل جمعة ألتقي به يقول الله يعطيك مرتبة عالية. فعلا بعد مدة منح واحد المنصب رفيع عالي جدا، منصب اللي فيه الصفقات وفيه الأموال وفيه كذا، وكان مسكين ورجل مؤمن كان متقي. هذاك المنصب كان فيه مشاكل، كانوا فيه الرشوة وكانت فيه المعاملات غير الصادقة. فإذا بهذا السيد جابوا لي شي صفقة مشبوهة وحاولوا أن يغروه بالمال، قال أعطوك الرشوة، قال لهم لا أنا القانون كنطبق القانون، رجل وطني رجل حقوقي. غروه قال لي أنت عندك سيارة قديمة نجيب لك سيارة جديدة دوبل في، قال لهم لا أبدا هذيك بارك عليا هذيك السيارة مشي بها. لقوا بأنه ساكن في واحد المسكن شعبي، قال لي غنعطوك واحد السكن فاخر، أرض كبيرة تبني عليها، غير وافق لنا. قال لهم أبدا هذاك الدار بخير. وبقى هكذا كل مرة كيحكي لي أنه يتعرض للابتزاز وللرشوة وللعروض، كيقول لك لا أنا ما ناخذهاش، عنده عقيدة وعنده إيمان. ولكن واحد النهار جا قبل الجمعة كيبكي كيقول لي يا أخي الفاضل وقف معايا أنبني وبخني عاتبني. مالك أخويا شوق عليك؟ قال لي دوك الناس صيفطوا لي واحد القنبلة موقوتة. أش وقع عليك أخويا؟ قال لي كنت في المكتب ديالي جالس ودخلت علي فتاة في العشرينيات غاية في الجمال وتلبس معطفا أحمرا غوج ودير واحد القطعة ذهبية في صدرها، ولما جلست قالت لي أنا اسمي كذا وكذا لبنى، وإذا بها تزيل عنها معطفها وكتوضع لي كارت فيزيت تقول لي أنا بياض وجمال. وقال لها قالت لي أنتظرك هذه الليلة وشرط أن توقع هذا. فإذا بالمسكين أنه لم يستطع أن يصبر وقال لماذا أفعل. قلت له ربك اختبرك، إما أنك تبقى ثابت على الموقف وإما أنك تسلم. فكان منه أنه تلك الجمعة قدم استقالته من هذا العمل لأنه لم يستطع أن يقف أمام إغراء النساء. فلهذا قال النبي الكريم ماذا قال؟ قال ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. معلوم أن النساء الجميلات الحسنوات يستعملون في الحروب ويستعملون في الإغراء ويستعملون في قطاعات سلطوية وأمنية خطيرة، فلهذا نحذر من ذلك. لهذا ربنا عز وجل قال لنا النساء عندهم سلطة قوية على الرجال إلا من كان قلبه معلق بالله وكان يغض بصره، وإذا ما وقع منه خطأ لا قدر الله فإنه يبادر للتوبة والاستغفار. فهذا معنى الحديث النبوي الشريف الذي هو مرتبط بالنية والإخلاص، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. خلاصة الكلام أيها الأحباب الكرام، كل واحد منا إذا أراد أن يقوم بأي عمل لابد أنه يجدد النية مع الله، دائما يقف وقف التأمل يقول يا ربي هذا العمل أريد أن أفعله ليس رياء ولا سمعة، وإنما أفعله
طاعة لك وابتغاء وجهك، وسير على بركة الله، حتى إذا وقعت لك فتن في الطريق أو وقعت لك إغراءات أو وقع لك أي شيء ربك يحميك، لأنك في الأول قدمت عهدا بينك وبين الله: يا ربي إني لا أبتغي من هذا إلا وجهك العظيم. وما دمت قد قدمت هذا العهد لله ربك يحميك، في الطريق ستتعرض لبلاء، تتعرض لفتن. لماذا؟ لأن الحياة أصلا هكذا، الحياة منذ أن خلقها الله تعالى قائمة على ثنائية الصراع، صراع بين الإيمان والكفر، صراع بين الحق والباطل، صراع بين الخير والشر. هذه الحياة هكذا خلقها فلسفة الوجود، ربنا لما خلق الوجود قائم على الصراع، وهذا الصراع بدأ بعهد آدم، سيدنا آدم وقع له صراع مع إبليس، ثم بعد ذلك جاء ابني آدم قابيل وهابيل، ثم بعد ذلك جاء ابناء نوح، ثم بعد ذلك جاءت البشرية إلى قيام الساعة، صراع بين الجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع ويبارك في الجميع. اللهم ارزقنا قوة الإيمان وارزقنا قوة اليقين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين، إنك سميع قريب مجيب. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.